أنا استقرأت واستمعت جيدا إلى ما قالته بلاس كارك، كل كلمة وكل حرف ورد في كلامها. نعم. أخي العزيز أستاذ عدي، إذا قرأنا بين السطور هناك الكثير الكثير من الكلام، وهو باختصار شديد التغيير قادم. وهذا أنا أعتبر إحاقة بلاسكار هذه المرة إلى مجلس الأمن، أنه ابدأوا التحرك. حطيك الدليل، الدليل عندنا ثلاث أحداث حدثت هذا الأسبوع، يعني متزامنة واحد وراء الآخر، يعني واحد تبع الآخر. أولا تغريدة السفيرة الأمريكية قبل يومين تقول أنه الشعب العراقي ذاق ذرعا بالفصائل المسلحة ويروم إلى مستقبل بدون هذه الفصائل، رقم واحد. اثنين، جون بايدن اتفق وأقر بقرار العقوبات، القانون الطارئ، الأمن الطارئ، مدد لمدة عام، وهذا القانون حقيقة يحمل الرقم 13 و303 من عام 2003، أقر جورج بوش منذ احتلال العراق. نعم. إذا نحن هنا أمام سيناريو وأمام حدث جلل سيحدث في العراق، فلننتبه وكلينتبه شعبنا، وإحنا كمراقبين جيدين لهذا وكنا نقول ذلك، ولكن الإطار والفصائل مرتاحين وانتشوا، لأنه شتري للسفيرة ينطوها وشتري لأمريكا ينطوها، دنجوا رؤوسهم، طعطعوا رؤوسهم، ننطوا وش يريدون ينطون. يتصورون أنه الولايات المتحدة الأمريكية ساذجة؟ لا أخي العزيز أستاذ عدي، ليست ساذجة الولايات المتحدة الأمريكية بالذات في هذا الوقت. تريد العراق أن يكون عراق آخر، ليس العراق الذي تحكمه الميليشيات ويحكمه السلاح خارج نطاق الدولة. إذا نحن هنا، نحن هنا أمام حدث جلل قادم لا محالة بدون أدنى شك.